كنا بالفقرة الأولى عم نحكي عن المراهقة، رح نرجع من عمر المراهقة للطفولة للمرحلة الأساسية اللي تعتبر من أهم المراحل اللي بيمر فيها الطفل، وتعتبر حجر أساسي بيضعوا الأهل لتطور طفله ونموه. أكيد الخبرات والتجارب اليوم اللي بيتعرض لها الطفل بتستمر معه وإلى تأثير كتير معه بالحياة، سواء بالمعرفة بحياته الاجتماعية، وبتتطور وبتستمر معه مدى الحياة. اليوم رح نحكي عن أهمية هاي المرحلة، كيف الأهل قادرين يعززوا المعرفة والإبداع والثقافة لدى أطفالهم، مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو الكاتبة الصحفية والشاعرة نوار شاطر. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك، أهلا وسهلا بحضرتك. يا أهلا فيكم. كنا عم نحكي بأول فقرة عن الفترة ما بعد الطفولة وهي المراهقة، وإذا بدنا نرجع لحتى نكون مرتاحين بالمراهقة مفروض نحن نأسس بالطفولة. قد إيه اليوم مهمة مرحلة الطفولة بحياة الأهل ليكونوا مرتاحين بالسنوات اللي بعدها؟ المراهقة الواعية بدها طفولة واعية، فنحن لازم ننطلق من الطفولة، من المراحل الأولى بحياة الإنسان يلي بنشكل فيها شخصية الإنسان بشكل واعي. طبعا الطفل الواعي بيكبر بوعي وبيحافظ على نفسه خلال فترة المراهقة، مثل ما حكت الزميلة اللي قبل، فترة المراهقة والطيشان يلي بيجي مع تحديد مستقبل الطفل أو المراهق من خلال دراسة بكالوريا أو تاسع. فكتير مهم أنه نحن نشتغل على أطفالنا من المراحل الأولى بحياتهم. بالبداية بتكون من المرحلة الأولى، يعني قبل ولادة الطفل، فيني أقول أنه الآباء هم بوابة الحياة لأبنائهم، فعليهم أن يعبدوا طريق الدنيا بكل حب وحنان. فاللحظة الأولى اللي بيجي فيها الطفل إحنا لازم نحتضنه بحب وحنان ونعطيه العاطفة. خلال فترة الطفولة المبكرة أو السنة الأولى والثانية والثالثة من حياة الطفل، طبعا الطفل هون عم يبني المعرفة، عم يتعرف على الأشياء وعلى المحيط من خلال الأب والأم. الأب والأم هما مركز الحياة بالنسبة للطفل خلال هاي الفترة. فمنلاحظ أنه الأم بتبلش تعرفه على الأشياء، على المسميات، من خلال وسائل متنوعة، في قصص بتجي بشكل كتب ورقية، عفوا كتب قماشية. بيتعرف الطفل من خلالها على ملمس الأشياء وأسمائها. فينا نقول هاي المرحلة الأولى للمعرفة عند الطفل. تمام. خلينا نحكي شوي، مثل ما ذكرتي انه في اشياء يمكن بالمراحل المبكره لها دور. اليوم نحن بدنا شو هي النشاطات او شو هي المحفزات اللي بتخلي الطفل ما يشعر بالملل، او نحن نعلمه ونعرفه ونعطيه هذا الحس اللي يمكن الابداعي من صغر. كثير اطفال يعني شفناهم مبدعين بدون ما يحسوا بالملل، دائما يكون عندهم دافع التحفيز. نحن بدنا نراعي أولا الفئة العمرية اللي عم نتعامل معها كأشخاص بيشتغلوا مع الطفل على ثقافة الطفل أو تعليمه أو تدريسه أو تنمية الإبداع عنه. عنده. فكل طفل أو كل فئة عمرية إلى خصوصيات وإلى أدوات وإلى لغة وإلى وسائل. ثاني شغلة أنه طبيعة الطفل أو شخصية الطفل أو الوضع الصحي والنفسي للطفل كمان بيحدد شو نحن ممكن نقدم للأطفال. فالأطفال الطبيعيين والأسوياء غير الأطفال يعني عندهم احتياجات خاصة أو عندهم إعاقات معينة. فكل طفل نحن بدنا نحدد شو هي إمكانياته لنقدر نشتغل عليها. بالنسبة للإبداع، الإبداع هو أنه نحن نجي أو نبتكر أشياء غير مألوفة أو نفكر بطريقة خارج الصندوق وخارج العقل الجمعي. كيف نحن ممكن نشتغل على الإبداع عند الطفل؟ طبعا من السنوات الأولى نحاول نحن نكتشف أطفالنا، نكتشف شو في عندهم ميول وشو في عندهم هوايات. طبعا الطفل من السنة الأولى بحياته 3 سنين 4 سنين 5 سنين لسه هون نحن عم نحاول نبني الطفل، لسه ما اكتشفنا شو هو موجود عنده. بس فينا نلاحظ انه في اطفال عندهم دقة ملاحظة، في اطفال عندهم سرعة بديهة، في اطفال مثلا عندهم بطء بالتعليم، في اطفال عندهم تأخر بالنطق. فنحن بنحاول اول شيء نعالج اذا في مشكلات عند طفلنا من حيث السمع، البصر، او القدرة على التلقي والتعليم، وبعدين ننطلق فيهم من حيث تنمية الفكر، تنمية المواهب عن طريق اللعب. نحن بنعتمد بالسنوات الأولى على اللعب، لأنه اللعب هو صديق الطفل لحد 5-6 سنين. وكتير صعب أنك أنت تعطي معلومة للطفل إذا ما كان بطريقة لعبة أو بطريقة مسرحية أو بطريقة قصة. تصل أكثر، بيفهمها أكثر يمكن. هيك بيربط الطفل بين الكلام اللي عم تحكيه والواقع اللي عم بيشوفه، فبيصير عنده تثبيت المعلومة أو الفكرة أسهل بكتير من مجرد الحكي. طيب نوار، اليوم هيك بدنا نستفيد من وجودك أكثر، اشتقنا هيك للشعر ونسمع شعر حضرتك. اليوم معك ديوان شعري، خلينا نقول بعنوان هدية قلب، وكان هو الإصدار الأول لحضرتك وكان بعده في إصدارين لإلك. خلينا هيك شيء نقرأ شيء من اختيارك، حبيتي بعالم طفولي أو بشيء هيك من اختيار حضرتك. هلا رح أقرأ قصيدة كتبتها لوالدي
طبعا الاب هو محور حياه الابناء، يعني الاب او الاب او الام، فاول توجه بيتعرف عليه الطفل هو شخصيه الاب وشخصيه صحيح. الام. فانا يعني لسه والدي بذاكرتي، فحبيت كتبت له هاي القصيده. القصيده بعنوان خرير الشوق. ابي، كيف لي ان افصل قصيده على مقاس قلبك؟ الابجديه جدا ضيقه لا تتسع للمشاعر الرحبه. ابي، كيف لصدري ألا يعشوشب عندما يخترق صوتك أسير بوحي وأنت تهاتفني ريحانتي حشاشة قلبي؟ أبي، كيف أقنع قلبي أنني لست ربة الشوق وإنما الشوق يربي القصائد في عيني دمعة دمعة؟ أبي، كيف أهدهد مشاعر الطفلة عندما تثور بشدة تنادي بإسقاط المسافات كلها فيعتقلني الحنين في قصيدة شوق معتقة ولا تحررني الكلمات؟ أبي، كيف لحنانك أن يسافر إلى عمر الباقي ويربت على ليل القلق لأنام في حضن حبك وأنعم بأحلام دافئة؟ أبي، كيف أعود طفلة أكبر أفراحها قطعة حلوى ضحكة من القلب تفاصيل وجهها أجنحة أحلامها طليقة المدى الضوء يرفرف على جبين سمائها؟ أبي، لا أدري كيف غسلت الخيبات أمنياتي وقلصتها إلى أمنية واحدة أن أعود طفلة. قلنا لك الله يرحمه، الله يسلمك، وإن شاء الله بيشوف حلمه فيكي بجنبه اكيد. يعني اليوم يعني دائما نحن نقول الطفل بيتاثر بشخصيه الاب جدا بالبيت، يعني بتبقى بذاكرته، يعني يمكن ألف سنه بعد الرحيل بتبقى تفاصيل عاشه بالذاكره. وقت بنحكي عن الاهل يعني ما في شيء يعني بيخلي الطفل ينساهم. صحيح، حتى لو كان يمكن الشخص فقد ابوه، يعني يمكن بيقولوا لك بس الطفل اللي بيفقد لابوه، لا حتى الكبار، احنا الكبار يمكن بنفقد اكثر لهذا الحنان. فقد الكبير اشد من فقد الطفل، لانه الكبير عاش كل مراحله صحيح. وحياته مع ابوه كل المراحل، اما الطفل لسه يعني فتره قليله لسه ما بيقولوا الطفل بينسى، يعني صح بيضل بذاكرته، بس مثل ما قلتي انت يعني بيكبروا سوا، التفاصيل كلها بتكون سوا يعني. صحيح. اليوم عم نحكي عن دور الأهل يا ليلى، تماما كثير مهم دور الأهل الطفل. وتأثيرهم يمكن على تربية الطفل من المراحل المبكرة، ويمكن لما بيكون في تشاركية حتى بمرحلة الروضة، هي المرحلة يمكن شوية خلينا نقول حساسة، يمكن الأهل بيقولوا لا إنه هاي مرحلة عادية أو سهلة، كثير قديش لازم يكون في تعاون بين الأهل، بين المدرس، بين الكادر التربوي أو حتى النفسي بالمدرسة أو بالروضة. خلينا شوي نحكي هي المرحلة بس دخل الطفل فيها على الروضة، دور الأهل ودور المدرسين فيها. البداية أنه الطفل هو أهم مشروع نحن بنشتغل عليه، لأنه الطفل أنت هون لما عم تشتغلي على طفل عم تقدمي للمجتمع، عم تساهمي برفع سوية المجتمع من خلال الأطفال. فالدور الأول بيبقى من الأسرة، من الإعداد النفسي، نحن أنه بدنا نعمل إعداد نفسي للطفل حتى يروح على الروضة وحتى نجهزه لفكرة التعليم والتلقي. فالأم والأب لازم يكون في عندهم علاقة تشاركية بتربية الأطفال والاهتمام فيهم والرعاية. يعني نحن بنعرف بحكم الظروف أنه الأب بيكون أغلب الوقت خارج البيت، فمسؤولية التربية على الأم، لكن طبعا لازم الأب يكون في له دور والطفل يحسه. بالروضة في نحن عندنا فئات عمرية مختلفة، يعني الروضة بتاخذ لحد 6 سنين، في عندنا فئة أولى وثانية وثالثة. الفئة الأولى والثانية بيكونوا بعمر 3 سنين 4 سنين أو 5 سنين، بتعتمد على اللعب بالدرجة الأولى. يعني نحن بنحاول هون نشغل الذاكرة السماعية أو السمعية للطفل، إنه يسمع صوت الحرف ويربط هذا الحرف بأشياء موجودة بمحيطه. فمنلاحظ أنه لما منبلش نحن نعطي الأحرف للأطفال بيبلشوا هنا يتعرفوا على الأشياء. يعني بتعطيهم حرف ألف، بتقولي له أنت سكري أشياء فيها حرف ألف، بيقول لك أرنب، أي شيء بيخطر بباله. هون ببلش أنه يتعرف على الصوت. المرحلة الثانية الشكل، أنه نحن بنعطي الشكل وبنخلي هذا الشكل قريب لذاكرته، مثل الألف على شكل عصاية، الهاء على شكل دائرة. فهون نحن كمان عم نربط الشكل بالصوت، فبتتشكل عند الأطفال في من المعجم اللغوي الأول، أنه هو يتعرف على لغته بداية، ومن خلال تعرفه على اللغة بيتلقى المعارف الأخرى. يعني إذا الطفل ما عنده معرفة بالأحرف وما بيقدر يقرأ، لا بيقدر يتعلم رياضيات، لا بيقدر يتعلم أي نوع ثاني من أنواع العلوم. فالفترة الأولى بترتكز على موضوع اللغة وتعليم الأطفال الكتابة والقراءة بالفئات العمرية الأولى.
من خلال كمان بيعتمدوا على القصص. نحن بنشوف المناهج التربويه بالفئات الطفوله المبكره، القصص هي اللي بتلعب دور كثير لارتباط الطفل بالقصه، انه هو انت عم تحكي له عن احداث وشخصيات، فهو بصير بيتفاعل معه وبيعيش الحدث معه، وبنفس الوقت بيتخيلها، وبنفس الوقت بياخذ العبره وبياخذ الاسماء والافكار الموجوده بالقصه. وقد اليوم هذا الدور جانب جدا مهم بحياة الطفل، كمان انه نحن تزيدي من المستوى الثقافي والادبي، كمان مثل ما بدنا نعلمه الرياضيات ومادة العربي، نحن كمان اليوم في توجه لتعزيز دور القراءة، اللغة العربية، القصص، الادب. قد اليوم بيأثر على شخصية الطفل؟ هو الاساس في اطفال من صغرهم رائد على مستوى القطر بالشعر والبلاغة بعمر كتير صغير، قد اليوم هاي الثقافة جدا مهمة. هاي الثقافة جدا مهمة، لأنه أول شيء هي بتبني الطفل وبتقدم الطفل للمجتمع. الطفل يعني عنده فصاحة وبلاغة وقدرة على التعلم بشكل سريع، تعلم اللغة العربية والإلقاء، مو مثل الطفل يعني عنده تأخر بهاي الحالة. الطفل المتقدم بالتعليم هو طفل مبدع بحياته، بيقدر هو ينتج الإبداع. طبعا هذا الشيء بيجي من الاهل بالدرجه الاولى، انه نحن بدنا ننمي ثقافه الطفل. اول شيء نحن بدنا نعزز ثقته بنفسه، يكون في عنده ثقه بنفسه انه هو قادر على الابداع، قادر على العطاء، قادر على الابتكار من خلال عده وسائل. القراءه هي منها، وايضا نحن ممكن نقدم اشياء يدويه، انه الطفل يعمل اشياء من اشغال يدويه، لما بيشوف هو انه هو صنع شيء من اللا شيء بحس حاله شخص مبدع وبيتحفز اكثر على العطاء وعلى الابداع. يعني احنا بدنا ننمي الابداع عند اطفالنا من خلال المتابعه، من خلال الانشطه في مراكز ثقافيه، في محاضرات، في مسرحيات للاطفال. هي كلها بتساعد على انه الطفل يبلش يشكل عنده مفهوم الثقافه شو هي. باي عمر لازم الطفل يدخل بهيك انشطه؟ العمر المناسب ولا حسب يمكن كل طفل له سمات معينه ممكن تميزه؟ نحن بنرجع لموضوع الفئات العمرية، كل فئة عمرية بتستوعب شيء معين. أنا مثلا مو معقول طفل عمره 5 سنين 6 سنين أخذه على محاضرة ثقافية عن البيئة. فالعمر 5 6 سنين هذا العمر نحن بدنا نبلش نعرفه على الحياة، شو يعني بيئة، شو يعني شجرة، كيف نحن ممكن نحافظ عليها، هي المفاهيم البسيطة. لكن أنا برأيي أنه كمان الطفل حتى لو كان بعمر صغير ممكن نحن نأخذه معنا على محاضرات حتى يتعلم مهارة الاستماع، انه هو يكون عنده قدره على الاستماع. وطبعا كل شيء بيصير قدامه بيسمعه الطفل وبيخزنه عنده بالذاكره اللاواعيه. بنلاحظ بعد فتره انه نحن اخذنا الطفل على هي المحاضره انه عم يحكي فيها، بتطلع انه نحن انت من وين جبت الكلام؟ معقول انت كل هذا الكلام مخزن عندك؟ الطفل عنده قدره كبيره على تخزين الكلمات والمعلومات اكبر من الكبار. صحيح. طيب خلينا نستغل هيك معك الوقت ونروح لنقرا شيء ثاني من شعر ذوقك من اختيارك. يلا رح اقرا شعر للاطفال. بما انه قرانا عن الاب رح نقرا عن الام، وتحيه لكل الامهات والمربيات. القصيده بعنوان امي. امي يا اجمل اعيادي، يا وردا فاح ببستاني، يا قلبا ضمد اوجاعي، يا نور الحب الرباني، يا شمسا تشرق في عمري، يا روحا تسهر ترعاني. ماذا أهديك يا أمي؟ ماذا أهديك يا أمي؟ يا نفسي أنت ووجداني. الله يخلي لك اياها اذا عايشه، والله يرحم جميع الامهات. يعني ما فينا هن اساس التربيه والحياه اكيد بحياه كل حدا فينا. اكيد اليوم اذا بدنا نحكي عن دور الاكبر للتربيه ولا التعليم دائما، وذكرتي حضرتك من شوي انه هو الدور الاكبر للام، لكن يمكن هي احيانا في بعض الامهات بيكونوا موظفات عاملات، يمكن في عندهم شوي قيود مختلف عن ربات المنازل، يمكن هذا الشيء بيأثر على تربيه الطفل او التعامل مع الطفل او هذا الشيء. كيف ممكن هي تدارك او تنظم وقت اليوم مع طفلها؟ هو تنظيم الوقت، انه دائما يكون الوقت منظم، او تخصص ساعه على الاقل لطفله لتقعد معه تحكي معه، تحكي له شيء قصه، تتواصل معه، تشوف شو هي المهارات اللي عنده. يعني دائما نحن كامهات بنتابع اطفالنا، ونحن اللي بنكتشف مواهبهم وبنكتشف قدراتهم وبنشتغل عليها. بحكم ظروف الحياه الاب والام عم يشتغلوا فترة طويلة. صحيح. لكن الطفل أكيد بده رعاية، بده اهتمام، وإذا ما أخذ هذا الاهتمام من أهله ممكن يبحث عنه من مصادر خارجية. فالأولى بالأم أنه قد ما كانت مشغولة وقد ما كانت ضغوط الحياة كبيرة، الأولوية تكون للأطفال. لأي مساحة يعني ولو ساعة، ولو نص ساعة للحوار، للحكي، لاكتشاف طفلك، تعطيه ورقة وقلم يقعد يرسم، يقعد شوفي شو الأفكار يلي جواته. وبس تلقطي شيء موهبة معينة تحاولي تنميها عنده من الطفولة، إذا شفتي شاطر بالرسم، عنده خط حلو، عنده القدرة على القراءة، على حفظ الشعر، أعطيه كل يوم مثلا صفحة أنه يقرأها
وقولي له اذا حفظت لك مكافاه معينه، اذا رسمت لي لوحه وطورت ترسم مثلا كمان في لك مكافاه معينه. التحفيز والمكافآت والتشجيع هو اكبر شيء ممكن نحن نقدمه لاطفالنا وبيعطي نتيجه حلوه فعلا. بسطنا كثير نوار بوجودك لليوم. انا بالاكثر. تسلمي لي، بتمنى لك هيك نشوف دواوين شعريه جديده لحضرتك ان شاء الله قريبا، وتكون هي الثقافه موجوده دائما عند اطفالنا وتتعزز خلينا نقول بهمه الكوادر التدريسيه. شكرا لصباحك لليوم. شكرا لك، شكرا على الاستضافه ويسعد صباحكم يا رب.